جهه كبيره وخنزير ده يبقى حلال ولا حرام؟ لا حرام. لاني انا اخذت دي واحده، انا اخذت فتوى من عندنا في مصر في دار الافتاء دي حلال. حلال؟ ازاي يعني حلال؟ اذا كان ربنا سبحانه وتعالى بالنسبه للخمر ما قالش يتحرموا، قال فاجتنبوه. انا عايز انا فاهم. تتغير بتغير الزمان والمكان والحال والشخص، بس من الذي يملك هذا التغيير؟ من الذي يقدر هذا التغيير؟ هو المفتي او المفتيه التي توفرت فيها شروط العلم والدراسه والنصوص وروح النصوص وسر النصوص. يعني لا ينبغي ان احنا نعتمد على لفظ وحده، اللفظ ده فيه اسرار وفيه حكم يجب ان احنا نتعمق فيها. وبعدين الفتوى امانه، ومن الامانه ان انا لما اسال سؤال فتوى ولا استطيع الاجابه ان اقول ان هذه الفتوى تحتاج الى دراسه. مرحبا بها إذا صلحت لتكون مفتية. أهلا وسهلا، وتصدر الفتاوى ما دامت هي أهل لإصدار هذه الفتاوى، لأن الفتاوى يجب أن تصدر عن متخصص. فأنا سألت شيخ الأزهر في يوم ما منذ 3 أعوام تقريبا، قلت له يا فضيلة الإمام، هل هناك مانع شرعي أو عرفي أن تمثل المرأة المتخصصة الأستاذة المتخصصة في مجمع البحوث الإسلامية؟ فإذا كانت عندها حافظة للقرآن الكريم وحافظة للسنة النبوية وفاهمة للفقه على المذاهب الأربعة وفاهمة لكل ما يتعلق بالأحكام الشرعية فمرحبا، لا فرق بين الرجال وبين النساء في ذلك. قال لي لا يوجد مانع، ولكن قومي بتقديم طلب. هل يمكن لسعاد صالح ان تكون مرشحه لتكون اول مفتيه في مصر؟ الدكتوره سعاد صالح يعني ترشح نفسها؟ واهلا وسهلا. قمت بتقديم طلب، لكن هذا الطلب يخضع للانتخاب، فمن الذي ينتخب امراه؟ الرجل هو الذي ينتخب الرجل ولا ينتخب المراه. فلم أحصل إلا على صوت واحد.